السلام عليكم، انا ناصر عبد الله الجير ديكيب ناسيونال كاس العالم 94. كنا هاد الطرو هذا ديال ميري جينا نلعب القدم، جينا نلعبو ونفرح نفرح الجمهور ديال باه نفرح هذاك الشيء. ونصيحة ليكيب ناسيونال ديال الدراري جايين كان المستقبل ان شاء الله، وخاص خصوصا راسنا هذوك المحترفين ديال برا باش يتلعبوا برا في اوروبا، يمثلوا بلادهم هي الاولى، ما يمثلوش بلجيكا ولا هولندا ولا فرنسا. وان شاء الله يكونوا موجودين في كاس افريقيا 25 وكاس العالم 26 وكاس العالم 2030 ان شاء الله. اكيد شنو مثلا تبعتي يعني الرحله ديال الفريق ديال مهلات بركان، يعني شنو تصرا لهم، شنو التعليق فيها؟ اخويا حشومه حشومه، الكره ما عندها علاقه بالسياسيه. واحد دار الوطن ديالو في التولي ديالو ديال البلاد ديالو التولي، بحقه اخويا. انا جاي واحد يفتخر بلادو، يفتخر بالرايه ديالو، يفتخر بالملك ديالو، يفتخر ببلادو، راه نورمال هادشي حشومه اللي داري. وما عارفين عارف لا ما دارهم الشكر، ياكل هاد الميزان ياكل هاد واحد الصعيب ديال البركان. وان شاء الله اخواتي يوري بنا بلادنا زايده، وخلو مازال اخر الله علينا حنايا. 2025 شنو كتشوف الحدود ديال المنتخب الوطني؟ واخويا انا راه تبعت الاحداث ديالي، انا في شادا تي في، انا قلت في 2022 هذا كارد فينال دومي فينال، قلت لك كل دافريك ديجي ديجو بريمير تور وديجي تور من دوزو هاس ما تزلاش. واخويا دابا بنتي ولا ودي لا كل دافريك 2025 ان شاء الله، ولا خاص بزاف يتبدل، خاص لا بارير اللي تلعبوا بها، حس المدرب يلعب اوفنسيف، حتى لو فقط اوفنسيف اخويا، ماشي يكون ديما الدفاع الدفاع، تلعب امور الطابية مخلوعة. لا اخويا خصو ندخلو لا كلوب كيما كنا حنا تنمشيو لافريك، ما خافوش منو. ما كتشوفش انه السيما تاكتيك اللي كيلعب به وليد البراكي ولا انه مكسور في الانتخابات الاخرى؟ ماشي نورمال اخويا، ما عندكش بلان بي، ما عندكش تلعب 4-1 4-1 بال 2022 كان دابا. اللي فرق في الترايك وفي حدود صافي سوينا، وتم تجيب واحد يستيقظ يلعب في لاكوب دافريك ما جاتش. كان دراري المغرب، كان حريمات، كان زوج ديال الاخر، كان دراري مازال كنهضروا على المحادثات كاينه 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 في المغرب، كاينه معانا خمسه دراري يستنوا يتعطوا المنتخب الوطني ديالنا بالبطوله ديالنا. شنو الرساله اللي غتوجه للعابه اللي كيلعبوا هنا في اوروبا باش انهم يختاروا المنتخب الوطني المغربي؟ دابا حنا نمشي لكاس العالم 22، ما خافوا من حتى واحد. بلادنا في المستوى، ضربنا البرتغال، ضربنا اسبانيا، ضربنا بلجيكا، تعادلنا مع كرواسيا، والحمد لله غادي مزيان. غير حنايا دابا خاصك اختارتي المغرب، تمشي للمغرب وتعامل مع المغرب، هادشي اللي كاين. شكرا جزيلا.